طيب، وزارة الاتصالات من فترة كده أعلنت أن مصر قريب جدا هتطرح شريحة اتصالات جديدة اسمها شريحة إيسم، وهي مرتبطة بأي شركة من شركات الاتصالات. الشريحة دي لها إمكانيات عالية جدا وتقنيات متميزة ومزايا مهمة جدا. يعني مثلا لو أي نوع من أنواع التليفونات اتسرق أو نسيته في مكان معين، تقدر بمنتهى السهولة ترجعه من خلال هذه الشريحة، وتعرف المكان والوقت كمان اللي اتسرق فيه التليفون الخاص بيك. الإيسم كمان تقدر تعمل أو تشيل عليها مجموعة من شرائح الاتصالات المختلفة، أو يعني أكتر من رقم. لو معاك رقم من أي أرقام الخطوط الأربع شركات الموجودة، تقدر تخلي الأربع شركات أو الأربع خطوط دول موجودين على نفس الشريحة، من غير ما تفضل تغير بقى. صحيح. وتبدل ما بين الشرائح المختلفة أو السيم كاردز المختلفة. وكمان لو سافرت برا مصر، طبعا تقدر تستخدم الإنترنت عليها من غير ما تروح لشركات الموبايل اللي موجودة في البلد اللي سافرتها. دي تفاصيل كتير، إيه حكاية الشريحة دي بالظبط، وإيه مزاياها، وإيه اللي نقدر نعمله علشان نبقى عارفين نستخدمها، ده هنعرفه من الدكتورة مها السبروتي، رئيس قسم الاتصالات بالجامعة المصرية اليابانية. يا دكتورة مها، صباح الفل عليكي. أهلا، صباح الخير، إزي حضرتك؟ الاي سيم كارد ده موجود، يمكن احنا عايزين نعرف بقى ازاي نطبق التجربة دي في مصر، وامتى ممكن تتطبق قريبا؟ هي الاي سيم كارد دي كده معناها امبيدد، وامبيدد باللغة العربية يعني مدمجة. مدمجة دي معناها ان السيم كارد بقى اولا حجمه صغير جدا، وموجود في التليفون بشكل دائم، يعني بدل ما كان عباره عن دايره كهربيه موجوده على شريحه منفصله من الميني سام لغايه النانو سام اللي احنا ابتدينا نستخدمها قريب في مصر، هيبقى موجود على الموبايل نفسه، مش محتاج حضرتك انك انت تروحي عند شركه اتصالات معينه وتاخدي سم وتفتحي الموبايل وتحطيها فيه. بالعكس، لا، هي هتبقى موجوده ومتاحه في مجموعه من التليفونات في الوقت الحالي، حتى التليفونات اللي هي الحديثه الاكثر حداثه واحدث الطرازات في الموبايلات المختلفه موجوده فيها، ده كجزء لا يتجزأ من التليفون، شريحه موجوده عليه. في الحاله دي التليفون مقفول تماما، مش محتاج ان هو يتفتح ويتقفل، وده بيسهل شويه عمليه الصيانه. اولا، ان انا يعني الحته اللي هي اللي بيدخل فيها السيم كارد دي ساعات بتبقى حساسه شويه ناحيه الكسر او كده، وبيخلي الموضوع اسهل بكتير، ان هي بتبقى بتتبرمج، يعني المعلومات كلها اللي نازله من شركه اتصالات تكون موجوده عليها متبرمجه فعليا. لو حضرتك مرتبطه بشركه اتصالات دائمه، ده موجود بره، او هنا في مصر حضرتك ممكن تحطي عليها اكتر من شريحه على نفس السيم كارد. ده ليه فايده كتيره جدا، اولا اكتر من خط، مش اكتر من شريحه يا اكتر من دكتوره؟ خط، مظبوط، لا اكتر، اكتر، بالظبط، اكتر من خط، يعني كانها شريحه، كذا شريحه من كذا شركه كان موجودين السيم كارد على نفس الواحد، الاي سيم على كارد نفس الواحد الاي سيم متقسم. كارد بالظبط. تمام، لا مش متقسم، هي بيبقى بالظبط يعني موجود عليها المعلومات الخاصه احنا بالاتصال بنحاول واكتر بس من نقرب شركه. الفكره طبعا. تمام، بالظبط. في الحاله دي بيبقى لو التليفون اتسرق، الوضع الطبيعي عندنا اللي احنا عارفينه كلنا، ان لو حد بيسرق التليفون بياخد اول حاجه السيم كارد ده ويبتدي يجنيه، ويبقى التليفون كده مش متعرف. لكن لما تكون الشريحه مدمجه وموجوده بشكل دايم على التليفون، يبقى في الحاله دي ممكن سهل جدا تعقب السرقات. الحاله دي التليفون بيبقى محمي، مدمجة يعني يعني محمي هي بشكل بارت اكتر. من التليفون أو هي جزء من بالظبط. التليفون. مش أوكي، بديل عن الشرائح الموجودة. بالنسبة للمستخدم هي جزء من التليفون، يعني هو مش هيحتاج يفتح التليفون خالص، هو هيحتاج بس لو هيشتغل مع شركة اتصالات معينة إنه يبرمج المعلومات بتاعته على الإي سيم كارد. تمام. طب عايزين نسأل حضرتك مها، يا دكتورة مها عفوا، مهم جدا طبعا فكره ان انا لو موبايلي اتسرق او نسيته في مكان، فالاي سيم دي هتخليني او تساعدني على تحديد مكان التليفون. عايز اسال كمان ايه الفوائد اللي ممكن استفيد منها من خلال استخدامي شريحه الاي سيم، وده ممكن ياثر ازاي كمان على اسعار الانترنت وتقديم خدمه انترنت جيد؟ هي اولا حاجه ليها علاقه بالهاردوير او الجهاز نفسه، فده يخلي الجهاز اولا السعه التخزينيه بتاعه الاتصالات بتاعته كبيره، يقدر يخزن معلومات اكتر من السيم العاديه، بيخلي الحجم يقدر ان هو يكون اصغر، وده مهم جدا في المراحل الجايه من الاتصالات، لان الاتصالات مش هتبقى مقتصره بس على التليفون اللي بيستخدمه الانسان، هتبقى موجوده في الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، ان كل حاجه هتكون متوصله بالانترنت، فالحجم الصغير ده هيسمح ان
انا اقدر ان انا اتواصل بالانترنت على اجهزه حجمها صغير زي الاجهزه الطبيه، زي ممكن يكون حتى حاليا يبتدوا يفكروا ان هم يحطوه في العربيات اللي متوصله بالانترنت اللي هي الاوتونوموس كارز اللي هي ذاتيه القياده، فإن هي تكون شريحة مدمجة وموجودة مع الجهاز ومتبرمجة. ده بيفتح مجالات كتيرة جدا في الاتصالات، يعني بتتعدى حدود الاتصالات بس عن طريق الموبايل. طيب احنا لما نيجي يبقى عندنا شريحة زي دي الانترنت، ودي وحاجة من الحاجات اللي بنبقى حيرانين فيها سواء جوه البلد او بره البلد، ان احنا عايزين طول الوقت يبقى معانا اكتر من بند الانترنت، هتقدر تساعدنا ان احنا تفرق معانا في اسعار الانترنت سواء محليا او لما نيجي نسافر بره؟ هو موضوع التسعير ده بيبقى على حسب الشركة، هي الحاجة اللي بتسهلها ان هي بتبقى اسهل بكتير من ناحية الاستخدام، يعني الحاجة موجودة على الموبايل حضرتك بتفتحي كأنك بتنزلي برنامج على الموبايل. لما حضرتك تسافري في دولة بتدعم شريحة الاي سيم هيبقى بس حضرتك بتبرمجي الحاجة اللي حضرتك رايحة تعملي رومنج عليها، يعني الشبكة اللي حضرتك مسافرة على البلد دي بتعملي رومنج عليها بدل ما تشتري شريحة وتدخليها وتطلعيها وتدخلي يعني شريحة واحدة من الشرايح بتاعتك مثلا في الموبايل، لا بالعكس حضرتك بتبرمجي الشريحة الجديدة كأنها زي شركة رابعة موجودة عندك على او شركه ثالثه او يعني او اي يعني اي عدد من الشركات اللي حضرتك مشتركه فيه، وبتقدري تستخدميها بمنتهى السهوله، فده بيسهل الكاباسيتي او العمليه بتاعتك. السعه كام شركه يا دكتور؟ لا هي على حسب الشريحه نفسها والمعلومات اللي بتتحط عليها، يعني وعلى حسب التكنولوجي المستخدمه، يعني بتفرق من تليفون لتليفون، تمام. طيب تمام. فيعني مش كباستي معينه او كباستي محدوده، هي يعني كباستي بعدد بايتس معين او بتحدد على الشريحه نفسها، لكن ده على حسب المعلومات اللي كل شركه هتنزلها قد ايه، بس هو في الفعليه السعه بتاعتها اكبر بكتير من السعه اللي موجوده في في السيم الشرائح كاردز العادية. العاديه. طيب حابين نعرف بالظبط. برضو دكتورة مها، يعني امتى هيكون في إتاحة؟ يعني أي حد بيتابعنا دلوقتي وسمع كلام حضرتك هيسأل امتى ممكن تبقى مثل هذه الشرائح الإسم متاحة، والوظائف أو اللي ممكن تقدمه لنا أكتر من فوائد وتقنيات جديدة؟ الشريحة حاليا متاحة في التليفونات، يعني متاحة على الأجهزة اللي كان بيتكلم عليه سيادة الوزير، اعتقد ان هو الاتاحه من خلال الشركات ان هم يبقى عندهم القدره ان هم يتعاملوا مع الاي سيم، وان الاي سيم دي تتبرمج على التليفونات المتاح ليها انها تستخدم الاي سيم، وهي في مرحله ما هيبقى في مرحله انتقاليه. مرحله انتقاليه دي يعني احنا بندعم الاثنين، بندعم الاي سيم وبندعم السيم، وحتى الموبايلات اعتقد نفسها هتكون فيها مرحله انتقاليه، يعني موجوده اي سيم عليها ونفس المكان سلوت جميل. تانية عشان تستخدم السيم العاديه. الشريحة هنعدي التقليدية. في المرحله بالظبط الشريحه التقليديه عشان يقدر يشتغل بيها في الاماكن اللي بتدعم بس الشريحه التقليديه، فالمرحله دي هتاخد مرحله انتقاليه ممكن تكون في حدود كذا سنه لغايه لما العالم كله ينتقل للمرحله بتاعت استخدام او المنطقه تنتقل لمرحله استخدام الاي سيم. دكتورة مها الصبروتي أستاذ هندسة الاتصالات بالجامعة المصرية اليابانية، نشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك.